مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير فروج محشي بالرز. عنا كوب رز غسلته اكيد وصفيته، بدي استعمل زيت نباتي. عنا كوب ونص مي، ملح، نص ملعقة صغيرة فلفل اسود، نص ملعقة صغيرة سبع بهارات، ربع ملعقة صغيرة قرفة، بصلة صغيرة قطعتها بهذا الشكل، جزرة صغيرة قشرتها وقطعتها بهذا الشكل، وبازيلا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط زيت نباتي، كمان البصلة، بقلي البصلة على الغاز، بس قلت البصلة بهيدا الشكل. هلأ بحط فوق الجزر وبقليه كمان. هلأ بحط الرز. بسم الله. بس حطيت الرز كمان بحط المي، وبحط البهارات وملح، بحركهم مع بعض. هلأ بتركن ليغلوا مع بعض. بس صار الرز بهيدا الشكل في شي خفيف مي. هلأ بحط البازيلا فوق الرز، بحركهم مع بعض، بغطي الطنجرة وبخفف الغاز على الأخير. بعد العشر دقايق بس استوى الرز وصار بهيدا الشكل. هلأ بدنا نحشي فيه الفروج. حطيت فوق البهارات والملح زيت نباتي. عنا ملح على ذوق اكيد، ربع ملعقة صغيرة بهار اسود وربع ملعقة صغيرة سبع بهارات. بنحركهم مع بعض وبدهن فيهم الفروج. هلأ بجيب صحن بحشي الفروج. شلت نص كمية الرز لأحشي الفروج. بسم الله بحشي بهيدا الشكل. هلأ عندي إبرة وخيط، بدي خيط الفروج من هوني. هلأ بعمل الإجرين بهيدا الشكل، بربطهم مع بعض. هلأ بحطه على صينية وبحطه بالفرن بهيدا الشكل. هلأ بحطه بالفرن. هيدا الفروج بعد ما طلع من الفرن لعملته أنا وياكم، بنشوفه مع بعض كيف طلع. ونقص الخيط أكيد. هيدا الشكل النهائي، وهيدا الرز بقلب الفروج. ضل الرز زي ما هو، شفتوا كيف بهيدا الشكل.
بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.